مجموعة ديال المداخلات ديال الناس من أوروبا اللي تيتكلموا على الصيام بالطريقة ديالهم، هما تيشربوا فيه الماء على طول اليوم وتيحيدوا كل باقي الأكل، ممكن يعطيو بعض العصائر، ولاحظوا على أن لا طونسيون تتقد ديال الناس اللي تيصوموا، وعطاوها توضيحات وتفسيرات شيء جميل، ودل على أنه تيقول لك الجسم تينقي، وتنقية الجسم ضرورية مهمة، فخصنا نتعلموا أنه نخرج القنوات الدموية من الزوائد، ونخرج القلب والخلايا تاع القلب من العياءات، ويفرق ما فيه من زوائد، الرئة كذلك، القلب كذلك، الدورة الدموية، الكلى، المعدة، وهكذا. وغنلاحظوا أنه كاين جديد خلايا الجسم. ما معنى جديد خلايا؟ يعني تنقيو وتنقيه من الزوائد الكيماويه بيوكيماويه وهكذا، ثم تنعاود الخلايا تتعاود تخوي تتحيد الخلايا العيانه بالريسبتور ديالها بالاخطاء ديالها بالزلات ديالها، وتنطلعوا خلايا جديده، علما انه الجسم تجدد خلايا سمعنا بكثر 4 مليار ديال الخلايا تتجدد في راسكم، بمعنى عندنا غير في الدماغ عندنا اكثر من 140 مليار خليه في الدماغ اللي فيه 700 حتى 750 غرام. ثم شوف الخلايا تاع العوينات، وشوف الخلايا تاع الجلد، والخلايا ديال مختلف الجسم، فيوميا تنتشببوا وتنجددوا خلايا الظفر. الا شفنا ضعف الظفر نسجلوه ونصوروه، ومن بعد اخر رمضان غنبداو نقارنوا وغنشوفوا قبل. اذا فلا بد تكون تغذيه نقيه، تغذيه اساسيه، تغذيه مقصوده باش نقدروا انه ديجا الطريقه تاع اللي عنده مشاكل الظفار، مشاكل تاع الجلد، ومشاكل ديال البواسير من الامعاء، خصو يحيد الحيواني 100% بما فيه السمك ومشتقات الحليب وهكذا، ويركز على الخضر والفواكه كثير، ويركز على المنبتات، يركز على عصير البصل مع العسل، وهذا كله تيطلع خلايا جديده، وغادي تلاحظوا انه البشره تتزيان وبنادم تيخفاف. ولما لا، انه حكيت لكم على سيده اللي عندها 48 سنه اللي كان عندها فشل كلوي، تبعت معايا سنه كامله البصل والعسل، عطيت عسل جيد، ثم عطيتها مع الغذاء الملكات والبصل، وكلت المعدنوس كثير، وعطيتها السمك فقط والخضر كثير، استطعت على انه من بعد سنه كامله مشى الشيب وطلع شعر كثيف، بمعنى ممكن نقوم بهذه العمليه. لذا فالناس اللي بغاو يتقصدوا الشعر يطلع كثيف ويقدر يغلبوا على الشيب، ضروري ما نحيدوا الحيواني 100%، ممكن نخليو السمك نهاريا نهار لا يكون طاجين، وبالطبع ما نقليوش، ونحيدوا الاواني الالومنيوم ما استطعنا الى ذلك سبيلا، ضروري ضروري ولازم، ونتعلموا ناخذوا زيت الزيتون كثير وندهنوا به الشعر ديالنا والجلد ديالنا من تنجيو نعسوا، لكن بصل عسل 3 مرات مينيموم، وخضر كثير وفواكه كثير. لاحظتوا انه القدره على اعاده تجديد خلايا الجسم مهم جدا، والعضو المسؤول على اعاده بناء الجسم واعاده تجديد خلايا الجسم هو الكبد بنكريا، هادو بجوج تينقيو الجسم وتينقيو الدورة الدموية، والكبد بالخصوص معمل ديال 6000 مهمة في داخل الجسم، منها صناعة الفيتامين دي، منها صناعة عدة هرمونات وعدة مواد جيدة، كذلك إعادة بناء الخلايا الجسم. وهنا تلاحظوا من خلال تجربة قام بها بريطاني أظن، لأنه تياخذ حياة صارمة وقوية، لدرجة أنه امتنع من كل أكل إلا من النباتي. مزيان، استطاع أن يبني خلاياه من جدة وجديد، وخصنا إن شاء الله نشوفوا لوليان ديال هاد ديال هاد ديال هاد الفيديو هادي، اللي صراحة كانت مثيرة للانتباه بشكل كبير، علما أنه دازوا قبل منه ناس ديال الهنود ولا الصينيين اللي تيشتغلوا بالنبات كثير، وكثير أنهم اللي اشتغلوا به أوروبيين من بعد، وصراحة أنه هذا كان عنده الزعامة الكبيرة اللي جرب على نفسه واستطاع على انه يدير تحاليل ومقاربات ومقارنات، لذا حنا بعد نوع من المقارنات والمقاربات نديروهم ليكوغرافي موجوده، لي غاديولوجي موجودين، لي زاناليز موجودين، اطباء ما شاء الله اتقياء الانقياء كاينين، نجلسوا معه ونخلصوا لهم كونسلتاسيون زياده الى 100 درهم، حنا نعطيهم 500 درهم ويتبعونا، لانه غادي نفيدوا ليس فقط انفسنا حيت عرفنا الطريق الصحيح، غنفيدوا كذلك كثير الناس بحال بريطانيا هذا اللي استطاع على انه يبين على انه اللي تياكل الحيواني دغيا تيعيا مقارنه مع النباتي ما تيعياش دغيا. كذلك الكبد كل ما عطيناه الحيواني تيتعب وما تيجددش خلايا بشكل سريع، مقارنه مع النباتي تيجدد خلايا بشكل سريع، وهذه كلها فيديوهات اللي منتشره
مع اليوتيوب ومع القنوات الاعلاميه ومع الاختصاص مع الناس اللي تهتموا بصحتهم بحالنا حنا، حنا ناس شعبيين، وعلى كل الاطباء والصيادله والباحثين خصو يكونوا اقوى حرص على هذا النوع من الفيديو، هذا النوع من البرامج، حتى انه نقربوا ونيسروا ونبينوا على انه اعاده بناء الظفر، اعاده بناء الحجبان، اعاده بناء ليزاروبيسيان، عوده العشر جديد، اعاده بناء الوجه ما يبقى في التجاعيد، اعاده بناء الظفر ديال الرجلين او رجلين الناس اللي عندهم السكري، نعقدوا نعاودوا نبنيو لهم رجلين جديد بلا ما تقطع ممكن، واطباء وقلة ادرى وافهم. اذا خاصنا تكون عندنا شراكه وتكون عندنا لقاءات وتكون عندنا هذه الفيديو خاص يكونوا عندنا نقاسموهم نديروا دي بانك دو دوني ان شاء الله، خاص يكون عندنا دي بانك دو دوني تاع هذه المعلومات القيمه المتميزه حتى انها نبينوا. حقا كاين كتب ديال كثير من الناس اللي كيشتغلوا على الطبيعي وتتكلم على الكبير كمحور في عمليه اعاده بناء الجسم، وكاين راه ترجم بالعربيه، راه عندي بعد عندي بعض النسخ في المكتبه خصني نعاود نوجدها لفريق العمل حتى انه تا هو يلخصوا ونقربوا ونقربوا حتى الاخوان ديالنا اللي كيزورونا في المراكز. لقينا راسنا على انه اللب ديال عمليات اعاده بناء كل مقويات الكبد بحال زيت الزيتون والعسل، كل مقويات الكبد بحال البصل والثوم، كل محفزات لاعاده بناء الكبد بشكل قوي بحال الخرشوف، وكانوا الطباء يعطيوه في السبعينات تنقيو به الكبد ومن الامراض تاع الفيروسات ومن الامراض بخصوص تاع الهيباتيت. لقينا راسنا على انه الخرشوف والقوق كمغنى الوراق ديالو، كذلك مجموعه ديال الخرقوم والنبق، هذوك كانوا كمغنى كنا كيتشربوا واخا الاطباء كيحرصوا على هذه العمليه هذه. بحق الاطباء لقاو بدائل اخرى اللي كيعاودوا يشتغلوا بها دي كومبريمي وهكذا، ولكن ديما الحلول الاولى الاساسيه تبقى انفع وافضل. فلقينا انه هذا النوع من الدراسات بحال مثلا الدراسات اللي دارت اختي الفرنكو المانيه، لقات راسها على انه عن طريق الماء كاين علاجات، لدرجه وصلت بهم الدراسه والعمق انه الناس اللي تيكونوا سوشيين ما خصوش ياكل الحيواني. هذه دراسات، وشكون اللي تبنى هذا البرنامج هو في ميريلاند لوبيتال هوبكينغ، واخا جون هوبكينغ، وهذا تياخذ البديله كثير في هذا النوع من الاعمال، واستطاع على انه يحرص الناس اللي تيديروا شي ما ياخذوش الحيواني، علما على انه تعاون عمليه اعاده بناء الجسم وطرد الخلايا السرطانيه بشكل متميز. هادشي كله تحت الشيميو بغيتناني واخا باش ما ننساش هذه المعلومه. اذا فكاين الناس يبحثوا ولكن خاصها توصلنا هذه المعلومه، هي تتوصلنا وحنا تنحاولوا نفهموا وتنفرحوا. علاش؟ كاين الامل، اما ميتي هبط لك الريو لا امل، السوداويه لا امل، الظلاميه لا امل، اللي قال شي حاجه خصو نسكتوا له فمه ما تكلمش بالعلم او هنا غادي يلولي واحدين. اذا لا امل هو الموت البطيء، هو الاكتئاب، هو العياءات. بالعكس هذه فرصه حتى نبينوا للناس الامل كاين، رحمه الله واسعه، ان شاء الله ما يكون الا الخير ما دام ربي موجود وديما كان وديما غادي يبقى، ورحمته اللي كاينه هو اللي معنا هو اللي حامينا. واخا السلام عليكم. ما شاء الله على الأمة الإسلامية وهذا رمضان الطيب وهذه المشاركات والمداخلات الهائلة لكل إنسان يتشارك، والمسلمين بالخصوص بالدعوات والاستغفار وأعمال الخير والتراحم. فاللي بغيت نديروا الانتباه هو كل واحد فينا إلا عنده شي مشكل صحي يسجلوا بوسير مصار عيانين سكري لا أدري طونسيون طالعة وهكذا. ولاحظتوا مجموعه ديال المداخلات ديال الناس من اوروبا اللي تيتكلموا على الصيام بالطريقه ديالهم، هما تيشربوا فيه الماء على طول اليوم وتيحيدوا كل باقي الاكل، ممكن يعطيو بعض العصائر. ولاحظوا على ان لا طونسيون تتقد ديال الناس اللي تيصوموا، وعطاوها توضيحات وتفسيرات شيء جميل، ودل على انه تيقول لك الجسم تينقي، والتنقية الجسم ضرورية مهمة. فخصنا نتعلموا أنه نخلو القنوات الدموية من الزوائد، ونخلو القلب والخلايا تاع القلب من العياءات، ودي فرق ما فيه من زوائد، الرئة كذلك، القلب كذلك، الدورة الدموية، الكلى، المعدة وهكذا. وغنلاحظوا أنه كاين تجديد خلايا الجسم. ما معنى تجديد خلايا؟ يعني تنقيو وتنقيج من الزوائد كيماويه بيوكيماويه وهكذا، ثم تنعاود الخلايا تتعاود تخوي تتحيد الخلايا العيانه بالريسبتور ديالها
الاخطاء ديالها بالزلات ديالها وتنطلعوا خلايا جديده، علما انه الجسم تيجدد خلايا تسمع لها بكثر من 4 المليار ديال الخلايا تتجدد في 3 سكوند. بمعنى عندنا غير في الدماغ عندنا اكثر من 140 مليار خليه في الدماغ اللي فيه 700 حتى 750 غرام. ثم شوف الخلايا تاع العوينات وشوف الخلايا تاع الجلد والخلايا ديال مختلف الجسم، فيوميا تنتشببوا وتنجددوا خلايا الظفر. الا شفنا ضعف الظفر نسجلوه ونصوروه، ومن بعد اخر رمضان غنبداو نقارنوا وغنشوفوا قبل. اذا فلا بد تكون تغذيه نقيه، تغذيه اساسيه، تغذيه مقصوده باش نقدروا انه ديجا الطريقه تاع اللي عنده مشاكل الظفار ومشاكل تاع الجلد ومشاكل ديال البواسير من الامعاء خصو يحيد الحيواني 100% بما فيه السمك ومشتقات الحليب وهكذا، ويركز على الخضر والفواكه كثير، ويركز على المنبتات، يركز على عصير البصل مع العسل، وهذا كله تيطلع خلايا جديده. وغادي تلاحظوا انه البشره تتزيان وبنادم تيخفاف. ولما لا، انه حكيت لكم على سيده اللي عندها 48 سنه اللي كان عندها فشل كلوي، تبعت معايا سنه كامله البصل والعسل، عطيت عسل جيد ثم عطيت مع الغذاء الملكات والبصل، وكلت المعدنوس كثير وعطيتها السمك فقط والخضر كثير. استطعت على انه من بعد سنه كامله مشى الشيب وطلع شعر كثيف، بمعنى ممكن نقوم بهذه العمليه. لذا فالناس اللي بغاو يتقصوا الشعر يطلع كثيف ويقدر يغلبوا على الشيب، ضروري ما نحيدوا الحيواني 100%. ممكن نخليو السمك نهاريا نهار لا يكون طاجين، وبالطبع ما نقليوش، ونحيدوا الاواني الالمنيوم ما استطعنا الى ذلك سبيلا، ضروري ضروري ولازم. ونتعلموا ناخذوا زيت الزيتون كثير وندهنوا به الشعر ديالنا والجلد ديالنا من تنجيو نعسوا، لكن بصل عسل 3 مرات مينيموم، وخضر كثير وفواكه كثير. لاحظتوا انه القدره على اعاده تجديد خلايا الجسم مهم جدا، والعضو المسؤول على اعاده بناء الجسم واعاده تجديد خلايا الجسم هو الكبد. اذا فنكثروا من النصائح بعضنا البعض. ارحموا من في الارض، ارحمكم من في السماء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.